بكم مشاهدينا الكرام الى هذا الجديد من برنامج ماس وحدات. هذه التسعيره لم احدد التسعيره بالضبط. انا افضل نحدد سعر. المجتمع الجزائري عايني من ظاهره هذا التوظيف السيء للرقيه. المشكل انه الان شغل ما لا شغل له. الناس ترفض، المجتمع يرفض الرقيه، هل هذا صحيح؟ اي الناس دير الله شان عليهم هذول اللي كيقولوا لي راهم، لانه الكذب تاعهم جميل بالنسبه لنا. تروح عند اللي يقول لك شباب ولا عند اللي يقول لك مزعج. وثانيا الغرب يستعملون الجن، يستعملونه في التجسس. غير مرئي، شكون قال لك بلي هو الجن؟ يقول لك يا شيخ امك يسموها كذا وزوجتك يسموها كذا وعندك في الدار ها وراك حاط واسمه، هذا واش هذا؟ واش كيف جوجل هذا؟ المجتمعات كي تكون متخلفه تامن بالاشياء هذه، شباب يانع مقبل على الحياه تلقاه مكسور. واش هو مكسور؟ لانه واحد قال له باللي ساكنوا 14 جن. قادر الان هاك محاوره معها ونقول لك يلا بسم الله فضل. هل تعانين من كذا؟ هل تعانين من كذا؟ انت عندك كذا. انا بالنسبه لي ظواهر غيبيه، لما نقرا عليها نقول لها انا يا الوالده بنتك ما عندها حتى شيء، تغضب. مجتمع متخلف عنده مشكل، اول حاجه السهله كاع هي الاجابات اللي يلقاها عند الراقي. اكثر حاجه والله نعانوا منها نحن الرقاد هي لما تقول لمريض ما عندك والو، لانه هذيك هي الغطاء، هذيك هي المصيبه الكبيره. تسويق الوهم هو الذي نحاربه. عيشوا حياتكم وحسنوا روحكم في علاقتكم مع ربي، لانه في اخر المطاف هي حكايه تحصين.